نفع الله بعلمكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء أحب من الأحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله جل وعلا عظيم كبير بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعلم عظمة الله تبارك وتعالى. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يستحضر أن الله تبارك وتعالى بهذه العظمة يجد في نفسه الخوف والرهبة أيضا والتعظيمة لله جل وعلا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى لعظمه سبحانه وتعالى يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف حفظ الله تعالى أو في هذه الرواية وقع شيء من الخطأ، وهو: والماء على إصبع والثرى على إصبع. والصحيح: والماء والثرى على إصبع، والماء والثرى على إصبع، كما ثبت في الصحيحين. وكذلك في الحديث يقول: ثم يأخذهن بشماله. الصحيح أيضا أن الله تبارك وتعالى كلتا يديه يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى. والرواية الصحيحة: ويأخذ الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى وليس بشماله. قال أهل العلم: لعل بعض الرواة رواها بفهمه، يعني أخطأ، لأنه قال يأخذ السماوات بيمينه ففهم يده الأخرى يعني الشمال، فعبر بالمعنى، فعبر بالمعنى. وإلا فكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى، ولا يتوهم أن أحد في ذهني شلون كلتا يدي الرحمن يمين، يعني كلهم جهة واحدة. لا تخذ في صفات الله تبارك وتعالى. قل آمنت بالله، والله غيب سبحانه وتعالى، وقل كما قال: كلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى، ولا تخذ في هذا أبدا. وأما أثر ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا فيه ضعف. نعم، فيه عوف بن عمرو بن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جاوي: حدثني يونس وأنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. رواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. نعم، وهذا الحديث له طرق، وهو إن شاء الله تعالى حسن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومثل هذا الكلام لا يقال بالرأي، الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا مثل هذه الأمور عن الغيبيات لا بد أن يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال له الموقوف الذي له حكم الرفع. نعم، الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سمعه من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي صح هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، ويكون شاهدا له، ويكون شاهدا له. وأما هذا فمداره على سماك بن حرب، وفيه كلام اختلف في رفعه ووقفه. على كل حال أثر ابن مسعود هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم، والمعنى متقارب جدا بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقوير ذلك. رابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر يديه، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الحبر تصديقا له، ولو كان هذا الكلام باطلا لأنكر عليه النبي ذلك، إذ لا يسكت عن الباطل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخودلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بعون الله وتوفيقه، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.